حاضر معنا هذا المساء. تحية كبيرة بايا الزردي، فيصل الحضيري، بسام ميقالو، فوزي، مريم برنامي، كريم الغردي. مرحبا بكم. مرحبا. أوه ما شاء الله عليكم في المزيد. بارك الله. دنجري وملية وشتية. تعطي بالدنجري ذين ما عيطولك عم علي ما عادش. وهذا كريم، وهذا كريم اللغبابي في زمانه. وانا خالتي بايا. وانت خالتي بايا. خالتي مريم. خالتي مريم. ردوا بيكم اليوم. كبس يجي. ردوا بيكم. كبس. عنده بوسعادة قال لك يدور بيه. الله عليه هكا. هاي سيدي. لا لا هاك الغمة ذيك مستانس بها، هاي كيفاش عديتوا الجمعة؟ ويحكي بالغمة ويحكي بال الجمعة هذيا مشيت لستاد رادس صح عليك وحضرت الكوب دافريك وبرافو الجمهور الثلاثة. جو هو جو هو جو هي متعة هو نجاح بامتياز ومعناتها بالذريع هو هو الجمهور كنشوفهم أحلاه كنشوف الرياض كنشوف كيفاش تعدى اسمع وجه تبارك الله عليها على الاسبيرونس ولا بالحق خلي كلمة حق معناها حضرت على التأسيس ما شاء الله وحضرت على تيتروين أي على أنا المهم باي المهم باي المهم بيع عمل جو لا لا عام 86 تو تو عام 86 1919 عام تنوفيمك اشتري في الشبوك هذا لا لا ما تعرفني باين نحب نفدك معاه لا 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 تراجي مش مشكل نعطي حياتي كل ايوا كريم وين مشيت الجمعة هذيا وش عملت؟ أنا عملت زريقة عديت راخد جمعة كاملة بالرسم فما زريقة عطاها لي يونيديكس فور أنا خاطر مشيت للدونتيست يونيديكس فور فهمتني؟ مش مخدرات
لا لطف يا ربي. نيديكس زروسي خاطر قال لي عملت زريق. لا باش نركب زرسه فهمتني، باش نركب زرسه لازم نركب عظمتي بها حاسيلو فيلم رعب لهنا نركب فيه. قول لي شكر الروس. يا غرز ونركب عظم وحط لي عظم وحديد حاسيلو. دونتيس كل يوم بحذية عندي عام نعيش اكثر من باب الرفيق كل عام ستانس بيا ولا شيء يحك كما رانيش حاسيلو. عطاني زريقه هو انا ما قاليش راهي زريقه هو كي عمل الوحده على الاردونوز نورمال مو زريقة بارك قوية لونيديكس فور كي تعمل التكة جاتك السيقل متاع السبعة عطوني سبعة زرير وليك البهيم كل يوم ندق في كعب يا دي والله سبعة زرير كل يوم نعمل كعب مش غلطه هو غلطي أنا يعني. أنا مشيت للطبيب الأردنوس قلت له أعطيني سبعة زرير عامل التكة اللي قالت لي شكون قلت لك مربي فيل في الدار ثلاثة في العام ما تفوتهمش مش مش في العام لا في جمعة نورمال هو في العام ثلاثة ما تفوتش في جمعة سبعة حاسير جنب بذيل ترغبت جنب بذيل توي سط انقبني غربال كل يوم تك بوف فهمتي وروح شيء استنست بها استنست لا ندوش مشيت ندوش شكل المية عامل لك منقوبة رش امبريير تحس منقبك المية عامل لك ان شاء الله ان شاء الله باش بس انا اخوي مشيت للحمام كليت بونتاتا ورقدت جمعة كاملة برينز نعطيك نديكس فور لا بارك الله فيك عدو الزوز عين هذي عين هذي عين عدو الزوز ما مريم زرسة مش عين أنا بديت عروسة وعريس الحمد لله على خلاص وحلك عايشك ميرسي بوكو وأخيرا دونك جي كومونسي لاديف وكل نهار تسبت مع لطيف قال لك ميغالو في السيمي فيهري قال لك في اي حاجه مريم تدخل عروسه وعريس بون عروسه وعريس كل نهار السبت 19:45 على قناه الحوار التونسي يا ولاد بكفايه البرامج الكل نتاعها صعاب فهمت شنو كلها تو هي عندها هي عندها مشكل فيها امو جدية عيوسة وعيس داي ديكو اعملي حاجه سهل عندها برنامج راس 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 يا مريم يا مريم قولها راس راس كيفاش لا نجم ننطقها هذيك سهله راس راس هو خاطر كي راه تبدا من الاول نجم ننتقى كتب في الوسط هذيك فلوست فلوست اي كراسه كراسه وكراسه حتى الزين ما سمعتوهاش المره الاخرى حتى حد ما انتبه شنو ذندها ذندها الحرف اللي ما تدخل شنو زي عندك الراس زي ذندها مريم ترى عودة ذي حفا قرر امير الامراء بحفر حفره في الصحراء فكم في ذلك مره عودها مره واحده ترى حفا قرر أمير الأمراء بحفر حفرة في الصحراء فكم في ذلك مرة؟ قرر أمير قرر كروم جدا كروم أمير الأمراء حاول مقطع بشوية 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 قرر أمير الأمراء تفضل بشوية صعب لها شو عندي كلمتين خفيفة نظاف ارتل ارمل في محرمة حمراء امشي ارتل الرمل في حمرة حمراء في محرمة حمراء فوزي ايش عملت في الجمعة هذه انت؟ احلى جمعة بصراحة احلى جمعة كلمت ميغالو نهار الخميس في الليل قلت له شقولك نمشيو قال لي نمشيو قال لي قلت له تسكر ما ثماش وما نحبش كي نقعد له تسكر اخر وقت قال لي درج من زمان نكلمك هزينا كوب دافريك وترشحنا كوب دو موند وتو ما كلمنيش قال علاش ما كلمتوش سامحني سامحني علاش ما كلمتوش لا خليت الراجل هنا خليك يا اخي انا بصراحه ما لقيتش بلاصه واستاد معبي مشيت مع لحد استاد فارق فرشت في عقلي قلت خير من هاي كيفاش ميغالو انت علاش ما رجعتلوش رجعت له تليفونه ما مسكر ولا وقت خليني نكمل لك حاجه والله بصراحه اللي اكتشفناه اللي الترجي لمت التوانسه الكل اي لمدت ناس كل بصراحه ثم ناس بصراحه نقول لك سامحوني في عباره ثم ناس مسكن من حقه يحب فريق اخر اما نهار تلعب تونس مش تلعب الترجي صحيت تونس تلعب نحبوها تونس تلعب نمشيو نشجعوا ناس كنا البدايه تو باذن الله سامح عليهم الاطوار باش تلعب الكلوب باش تلعب والساقس تلعب نمشيو تونس كنا نحضروا نمشيو تونس كنا نشجعوا بلون واحد اللي فريق تونسي هو يمثل تونس نحيوك الحكايه نتاع انا نحب فلان ونكره فلان ونبدا نغزل نبداو في قهوه نتفرجوا في كيف نتاعنا تربح التونسيه تلعب ونقوم احنا ضدها ونشمتوا في بعضنا وهبطوا على فيسبوك بيكم عليكم اللغه هذه وقتاش باش نحيوها وقتاش باش تخرجوا من البوتقه هذه نتاع الحسد والبغض تاع ليه يا اخي من حقك انت تحب ايكيب اخرى من حقك ما قلناكش لا احنا
اما مساج اما نهارتها نهارتها بالضبط لازمك تكون تراجيست لازمك تكون سفيقسي لازمك تكون ايتواليست لازمك تكون كليبوس بصفه عليك لازمك تكون توسي بصفه عاليه علاش رسول الله تنحيوا الحكايه هذه من حكايه من المخرج شنو هذا؟ فايس انا مشيت ساعه معناها مشيت تعشيت في دار انسابي فهمني وش بيك بها من توا وهزيت يا زواد طب الجمعه اللي فاتت مشيت تعشى اليوم مالا شنو نعمل؟ يا سير دار انسابي هذوكم راس مالي فهمتني ولا مشيت تعشيت دار انسابي وهزيت كادو للمدام انا كاو بمناسبه شنو؟ موسم بمناسبه شنو؟ خيطه هزيت موسم هزيت لهم بمناسبه 7 نوفمبر ذول يا زلام جماعه هزيت لهم من يقيله الله الله يا عيني مناضلين درنسابي مناضلين من الرعيل الاول مناضلين هاي به بالوحيد خلك من تخلك الدوسرات في دمشق يلا يا سيدي نمشيو للباتل دانس باي هواوي يلا ارجعوا لكم اليوم في الباتل دانس باي هواوي ميغالو ميغالو وفيصل الليله الكوتش انا نتاعهم ها أه؟ انا كوتش نتاع الشباب هذوك انت كوتش قداش من شاب وشابه خمسه شباب من خيره معنا في الرقص مش الشعبي انواع واشكال لا لا لا, لا من غير ما تبدا معناها من غير ما تبدا تبالغ خاطر عندي جنون نتاع عظيم هاي الاولاد هاي حاضرين الليله شطيح لي قلوبهم شطيح لي قلوبهم كيف فيصل ظهر فيها قويه الليله اعطينا رد يا ولادي انتم تكلموا لا ما جابوش لا 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 آه. لا 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 نصيحه الريق هذايا مش نتاعنا احنا نجاوبوا بالشطيح ما تكلموا ما تكلموش شطيح احنا باش نجاوبوا بالشطيح عندنا دو زيكيب ليكيب الاولانيه شيف ديكيب ميغالو اي 5 دونسور من البوبليك وعندنا فيصل 5 دونسور عنده أيوه. المقياس الوحيد في اللعبه هذه باش تربحوا خمسه تليفونات ايكيب واحده هي اللي باش تربح هما اللي يشطحوا خير اكيد واحسن اكيد داكوردو بالابلوديمتر نتاع الجمهور داكوردو بالتصفيق نعرف اوكي يلا توب ميوزيك لا 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 تبقى معبي لا لا سلمش علي لا عيني في عينيه لا لا وعيني في عيني لا عيني في عينيه لا لا وعيني في عيني ينفع كده طب يرضيك كده طب ينفع كده طب يرضيك كده J'attends la pierre de ma mère. Aka, laisse tout ça. Mon ami, je dis, hey, tu ne vois pas les filles. On t'invite à un joker et toi, tu viens pour taper les styles. Je vois dans toi, hey. Mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie d'un joker, Mola, il fallait rester chez toi. Aïe, Sidi, aïe. Avec l'équipe Migalo. شطيح لين قلوبهم اعطيه موسيقى اعطيه موسيقى Thank you.
طرحة قوية لا طرحة قوية طرحة قوية هاي هاي يا سيدي باش نشوفوا الجمهور يا سيدي راهم خمسه تليفونات هواوي اعطيني تليفون هاي شوفوا الجمهور يا سيدي قداش صفق على فيصل وعلى ميغالو هاي كيف فيصل عاد بشويه بشويه كيف فيصل ليكيب نتاع وسيم ميغالو لجنة التحكيم ستوب لحظة لجنة التحكيم ستوب باه فما لجنه تحكيم موجوده في الريجي فيها جماعه هواوي هما اللي قرروا شكون اللي حفلوها اكثر وشكون اللي شطحوا اكثر وشكون الجمهور اللي تفاعل اكثر اعطينا خويا نتيجه الحقيقه لجنه التحكيم عاودوني ديجا عندنا احسن دونس بعد طول المفاوضات الفريق الرابع فريق وسيم ميغالو تصفيقة كبيرة على هواوي شنو هو هذا؟ من الهواوي ها؟ الكل خذاو تليفونات كلهم اي خذاو تليفونات فيصل وميغالو يجاوب حذايا اي تفضل خويا اي جاوا اي تصفيقة كبيرة عليهم اي هلا باش نعملوا سيلفي مع بعضنا اقرب فيصل برا نعملوا سيلفي مع المسكوت هاي مسكوت هاي اقرب 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 بعد راسك انت سي بون بارفي اه يعطيك الصحة مسكوت هواوي تصفيقة كبيرة على هواوي اه يا سيدي اليوم باش نقدم لكم التليفون الجديد نتاع هواوي إيكغيك 9 هذا التليفون الجديد 2019 دونك هذا التليفون جديد هذا هي البارتي اغيار نتاعو هذه وهذا التليفون من قدام تليفون بيرفورمون معناتها هاي تليفون اي 2019 فوالا دو كاميرا فرونتال فوالا اي دو كاميرا اغيار معناتها اون تو فما كات كاميرا اربعه نتبع كي هو باش ترجع لنا تليفون فيه ست كاميرا وفيه كل واحده الجديده نتاع الفار وواحده نتبع مثلا Grand écran 6,5 pouces full HD. Full HD. Téléphone 5 étoiles, moi je te vois étoiles. Ya khouya, ibara ala une phablette. T'as vraiment une phablette. Mémoire RAM de 4 gigas, c'est immense. T'as 4 gigas de RAM. Téléphone réellement, mais te plantège facilement. فيها سيد ميموار انترن اللي تخلي التليفون معناتها ما يبقيش هذا يساعد الجماعه نتاع فيصل فاش تطيح ما وريتهم كيفاش يبقيو الرام هذا تساعده واللي يشحوا كيما ما شاء الله كيما ليكيب اللي عندي انا اللهم صل على النبي عليه يعمل الله يعمل الله الميموار
Elle mémoire 64 giga, quand même, معناتها سينا 64 جيجا مش شويه. التليفون فيه الفيس ان لوك دونك يتحل التليفون وقت اللي تحط وجهك قدام الكاميرا فرونتال يرى وجهك دونك يتحل التليفون تلقاو فيه دو كولور مزيانين برشا الكولور هذايا البلو سفير مزيان برشا 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 معناتها سورتو الغفلي اللي فيه حلو فوالا وزاد فما فيه اللون نوار ميد نايت حتى نوار مزيان زاد اللي يحبوا لي كولور صابغ هكا بلو نوار فوالا بلو يسعدني قالوا انت شنو بلو شانجون اوكي كيما عينين مريوم انا واش هو بلو نتفرجوا مع بعضنا في الفيديو فيديو هواوي هذايا ونرجع لكم مازالوا عندي بعض التفاصيل يلا اللي يحب يريزيرفي يدخل على البلاتفورم تاع هواوي يدخل على الباج فيسبوك بطبيعه الحال ويحط مون كادو هواوي تريزيرفي من توا باش تنجم تاخذ تليفونك تري بروشينمون دونك اللي يحب يريزيرفي تليفون هواوي تصفيقه كبيره على هواوي نمشيو في إكستري عربي مع صديقنا العربي المازني في الجزء الثاني من حريم السلطان تعرفني ماني شو طاوس في السطح فماش ما تسامحك مستحيل اطلع جيت لهون مشان احكي معك فين بالضبط في ربوة الخاصة على الفزيتا يقولوا تابع السلطان شو المشكل بيهات عديولي قال اخوي شنو حوالك لاباس السلطان معاك بلاي سايبه بتاعنا ذاك ربي يخليك عايشك رجع حولي هيا كمريك راتي 20,000 قصد ربي بسلام تفضل احكي نسمع فيك انا عطيتك قلبي وروحي يا سليمان ايوه انا عطيتك 20,000 وجنيح تاع دندون قلت لك اعملوا شربه مشيت شويت وكليته زيد جيعان وانت شايف هالجناح كتير علي وما بستاهله انت كان زو حرام فيك كي قلت لك اعملوا شربه علاش ما تسمعش الراي انت عصبت لاني ما اخذت رايك اي مزبوط الحق معك وياب انا نعرف علاش ما حبش الطيب الشرب خاطرك ما تعرفش الطيب وتخاف لضحى اختي وخاتي جليله يضحكوا عليك قلت لك قديش مره يا وياب تعلم طيب
انت كعب عظم ما تعرفش تفقصها. ترس ترس السوق هذا وانت قاعد عند راسي كالسنجق. ويام انا فكرت وخذيت قرار في ديك نهارين اوكو جبت لك دواره هكا في الكوجيره اغسلها وعملها عصبان مشي اعملها مرقازه. سليمان لو سمحت رجع فكر. تزيد معي كلمتين اخرين يجيب لك زوز ريوس تاع بقاري تشوشتهم. معقول تعمل هيك بمرتك وام ولادك مولاي؟ نعمل ونزيد نعمل. قوم قوم برا شد كوجينتك. تحية كبيرة صديقنا العربي المازني يعطيه الصحة. هذا الجزء الثاني من حبيب السلطان. الأسبوع الفارط يا سيدي بن سيدي ميقال وتغشش علينا برشا على خاطر نسينا ما حطيناهلوش تصويرته وهو فرطس. عاد ولا مرضت وبعد مرضت التصويرة حضرت يا سيدي شوفها معنا. ميقال وبلا شعر تو سويت يلا يلا شبه البلاد مرفق مرفق مش ميقال واه واه اش قالك في ساحة حكا ميقال مرفق ميقال صغير اش قالك في ساحة كريم كيفية ما غير شعر تحس قص على حجامة فما شعر على اليسار شوي اي فما شعر فما وفموش بيه دي فرمية في راسه ما فماش كي قرع يصير في هذا الكل فمه يتعاوش زين معناها كيما قالوا يقرع ووجهه يتجلط جاوبني من وليت توفى وسنيه تدخل بعضها وذنيه تكبر ولحيه تقعد له هذا الكل كيقرع معناها سبحان الله كل حد هذاك علاش هذا يتعوج وجهه بكله مريم كيفاش تشوفوا قالوا والله الجرافيست كادو لقى اكثر وقت ما كادو خدم اكثر خاطر عنده اكثر وقت حاجه اخرى لا 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 بالعكس هو راهو جملوا على الاخر انا ريتها التصويره لوري ما احلاه من غير شعر والله لو كان يتطلع الكركاسه نتاعو بالحق هكاكا كركاسه اي الكركاس لا كركاس معناها كركاس اما اني با سور كي تشي قرع حاجه مالك شو المشكل والله وتيت عمرك ما قرعت ما احلاه قرعت انتم تتصوروا روحكم رجال مريم وبيا نتصور نطلع راجل مزيان برشا وتخي فيغيل زاد والله فيغيل زاد اي فيغيل مريم انا نطلع راجل ياسر بوغوس والله شي سي اي سي فري باش نشوفوك تو سويت يلا ويا في بعدين مش عايز اسوي ان شاء الله ما تظلمونيش وقتها في مالي ما شو محلى ايش بيني محمد يا اخي راجل حمد راح يهز عليه الحمير عايز الفم هو عليه حمير ما انت راجل وجهه توسط زحمه وجهه في الفم نقولوا من الجنس الاخر عليه هو وجه مريم حتى بالمكياج حتى في بدن الراجل اي فوالا هذا شو ما شبه ما شبه والله ما شبه هاي شوفوا باي نصوحبوا انا ترى قلت لكم شي فيغيل تفرج لك الفيغيليتي فيغيل والله شو شو تحسوا حتى راجل نافخ لحيته ينفخ حاجه لازم لا لا ما نفخش عايشك انا راه جامي نفخ انا فشيت له شو غبي تنفخ شي جامي تنفخ هو 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 نفخ معناتها النفخان وي لا معناتها هو شنو يقولوا للمراه المراه تنفخ خديها تنفخ شفايفها هذوما الحاجات لا لا والله العظيم انا لا ننفخ شفايفي ولا ننفخ خديها لا مش والله لا خير كي وضحت برشا يسالوني عليك لا رجعوا لي تصويرة مريم رجعوا لي تصويرة مريم ابا شبيك مريم كيل كلاس والله كيل كلاس بالنسبه قلت لك اي اما انا اما انا بلو فيغيلا انا فيغيل اكثر انا عربي هكا بنيس العربي كل ايش نقلبوا الطرح نشوفوا الاولاد يا زياد الله 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 هاي الله الله الاولاد كان جاوا نساء يا سعد بابا التصويره الاولى الله التصويره الاولى عليه عليه شنو الشيء هذا؟ فوزي كرهك يا علي سيدي شنو؟ جميل يا فوزي كرهك وانا نقول في فوزي يعمل له هكا قبيله في خلوا ضحكوا اللي بعده قوي ساعده اللي بعده قوي ساعده
بسام وايوا شنو هذا؟ والله كان في بالي هكا ما خليش يعرس يا علي. مش بيها حمرا برزاج من الشمس. عاد كان وجهه كان وجهه برزاج. مريم وين يغزر؟ صعيبة امراة. باش يغزر باش يغزر. لم في البنبوش. والله واو والله واو. ما شاء الله على السلامة. بسام هكا بالرسمي حاجة زين. حمر له وجهه خاطر لقبه الحمراوي مش علاش معناها اي حمراوي بتاتي لا شمس شمس برزاج اللي بعد فيصل وريها الدار السابق تراني وريها الدار السابق تحسها منجيه جلابط ولا حاجه ما يخيب فيصل شبيني في دستك تقول افون سونتر ولا حاجه باهي باهي فيصل والله باهي فيصل مالها والله بارفيتك باهي فيصل مش خايف حليلته صح هاي كريم الغربي تو لا لا بالحق فيصل اللي يجي ايوا لسه كبرت كبرت علي علي تكون متعوج تكون متعوج تكون مكنترينا من سهريه شبيب الخشب كل ما دخلوش السهريه من بوجه شكون شكون هذاك؟ انت وجه كيك انا من ايش قال في كريم قال سلم بالحق كما قالك السيد اللي يخدم علاش هكاك الوجه ابيض من له فمه معوج وذنه من هنا خارجه وعلاش ما استرناش شويه؟ ستروا على الاقل ستروا استرني يسترك ربي يسترني ما عندكش خواتك بنات اما كريمه واخيرا ميغالو صراحة ابدع في تصوير تينو لا لا ميغالو نقول باي ولا حاجة عرفت قول ستيلو ستيلو كي بيرو عرفت ستيلو كومبا كومبا هايك ظاهر ظاهر غيري مني غيري مني لا وما حل أزمة يفرش من دون علي علي واحد كريم كي جيت مرأة بالحق وجاوبني بصراحة مرأة بالحق شكون كنت تاخو راجل من البلاتو وانا مرأة وانا مراه كان جيت مراه مراه اي كان جيت افتراء انا ناخذك انت ونحي لك فلوسك نحي لك فلوس انا ما عنديش فلوس لا نحي لك كل شيء هكاك ما عنديش نحسك هكا ما نعرفش كيف ناخذك ناخذك والله بالرسمي انا كان جيت مراه راني صعيب ناخذك صعيب راني ما يسالش ها ما يسالش عليك يعجبك شيء ناخذك معناها ناخذك والكل من بعد خاطر نتخيلك معناها باللي باش يكون تخاول انا مراه مروحتك ما ساعتين تاع ليش باش تقول لي وين كنت ما تجي باش تقول لك ها باش تقول لي مثلا انا عملوها انا مرتك مروحه هاي نعملوها انا مرتك مروحه في الليل ما ساعتين تاع ليل كنت نسهر مروحه خروط فهمتني شيك شاك شوك شيني على وجهك شيك شاك شوك لالا عزيزي وين كنت نعم وين كنت وشبيك جايه توا كنت كنت نسهر مع صاحباتي اشكون هم صاحباتك سميهم قيس وطارق وحمد وعندنا بنات يروحوا عقبات الليل اي نعم انت ايش باش تعمل لي تتحدى فيا انت نتحداك ايش باش تعمل لي شكلك هذا اخر مره راه بالحق والله وين الضرب عليه وين الضرب بالزاف اضرب الضرب معناها كنت مع طارق وحمد كل الشكل كان كل الراه ما عادش نحب الراك في الدار وانا قاعد على قلبك قاعد على قلبك يا لولو برافو كبير سرك كبير قاعد على قلبك وما عندي وين ماشي والرحمه ساعتين نتاع ليلو كل يوم هكا امي باش جيت بحدينا هي وخويا خويا بحذينا وامي وبابا الناس كل شيء يجيو بحذينا وطارق وحامه بحذينا هكا تعمل فيا هكا هكا نعمل فيك مش تعمل انت فشخه اضربها ما يعني مش نسامحك سامحك مش نسامحك هي ومن بعد يضرب يضرب والله لك عليك فكرت عليك والله ما حليت فكرت والله ريت بيا والله مصاب رجلك
ما صاب رجال كل جاو كيف عادي يا بالله. ولا نفادلك انا لا بالرسم فادلك والله رسالة كل ناس عطيه بالحوار يمن بالحوار معاه كل شيء لا عرف لا ضرب واحد اخر اشتاوى بضفوه لا لا ضرب بس كان جيت مرأة شكون تاخو من الرجال اللي موجودين لهنا تويتي ميغال وناخو ميغال كان جيت هكاك وانا موافق اسمي بس وانت كيكا موافق انت كيكا موافق تنحل برونزاج اي حتى هي كيكا توافق هاي خاطر اسمع تاخو ميغال تاخو ميغال عباره ماخذ 20 راجل في راجل معناها ميغال وانت كل يوم مع نجم نحكي هاي كم نجم سمعك نجم نحكي لا خاطر تسكت لا عامل خطوه ما تسال انا نعاونك انا تفضل انا كجا اسمي بس ما نجمش ناخذ ميغال سي با فاسي سي حبيت علاش ميغال يا ودي تحس روحك ماخذ 12 راجل عادي وليك حمل همام يبدا يسيق في الدار شو اسمه هذاك حجم الحامد يبدا يغسل في المعون يبدي يغني لك في الليل كل مره شخصيه كل مره شخصيه وفوزي بنزرتي يخليه في الاتاك بالضغط بالضغط العالي انت كيما كاين الوضعيه اللي تروح مخك تاك وصرفاك خاطر يضرب برشا فهمت كيف انا كجيت طفله نحب الضرب شو يمكن فيه مسكوت هو هواوي هاي قاعده تطل تعال كبير على المسكوت هواوي اهلا وسهلا يا اخي توا البطاريه ما فاتش انت شنو حكيتك؟ شنو؟ تليفون؟ قل لي باش نفهم. تليفون. ايه قداش؟ حطيت استنى قداش فيها؟ امبوسيبل 4000 مليون بير. بس نورمال ما توفيش البطاريه. هذا يقعد يمشي هذا. هكا ولا؟ والله العظيم 4000 قداش استنى قداش يشدش نهار ونص 48 تور كمان نهارين يعطيهم الصحة والله يعطيهم الصحة تصفيقة على هواوي قال لك يا سيدي ليكيب اللي خسرت قبليك اتنرفزوا مساكن احلى اتنرفزوا وهكا تقلقوا ودرا شنو ما نعرفش غلطتهم كيفاش خسروا واحد من خمسة يا فيصل من كيفك الخاسرة انت اللي باش تعطيه التليفون هذايا امين يلا فيصل ميرسي هواوي برا بحذاهم برا بحذاهم صحة ميرسي بوكو هواوي بالحق بالحق خسروا وخذاوا على الاقل بون المسكوت باش تفرق برشا كادوات على الببليك زاد ما تخرجوش يديكم فارغه الناس الكل دي كادو وحكي نتاع سيلفي حاجة لي باغيت سيلفي اش فما اخر دي اجندا وبرشا كادوات اخرين من عند هواوي يلا هاي عاد اللي باش تاخذوا الكادوات تصفيقه اخرى كبيره اقسموا مع بعضكم عاد اقسموا مع بعضكم لا فما دي كادو فيهم الداخل فما تجي شي واحدة راد يقسمها مع الدم نمشي وتود سويت للكويز يلا يا سيدي نبداو السؤال الاولين 29% من الناس بركة ينجموا يعملوا الحاجة هذه بوجهه اشني يحركوا اذنيه ها؟ يحرك وذني يحرك وذني باي 29 سنة باي 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 شنو يعملوا؟ يحرك وذني بوجهه
بوش يحاول عينيه صحيح يحاول عينيه فايس فيس عفيس يوصل لسانه الخشمة ميقالو يوصل لسانه بالعكس لا تيوين هنا وين لا لا فهمت يغمس يغمس مريم يغمس حاجة بوش يكلينيوت avec les dents qui m'emballent la bosse مريم مش قلت لي شنو هي يكلينيوت avec les dents qui m'emballent la bosse يكلينيوت بس يا هو تكلينيوت avec le بابي كيف هي كيف هي اسا بس فلو 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 بوتجيلي فلو لا هذيك بتاع عليها اي هذيك شوفار يعمل هكا لا وبليدي نعملها مالي في دارك اي ماما بعضها 29 من ساعة ما ينجموش يعضوا وذناهم كيفاش؟ ايه تنجم تعض وذني؟ ها؟ عض وذني يحطوا وذني جيبهم لي 29 انا ابصر ابصر ينجموا يعملوها قلت ينجموا يعملوها؟ اي يعملوها بوجو عض خشب نعملها بوجو كيفاش؟ من الناس 29 من الناس برك ينجموا يعملوا الحاجه هذه بوجو حاجه فيها عضان حسيلو خمسه اي شنو هي؟ تعض خشمها الجواب الصحيح يمسوا خشمهم بلسانهم. هو. تصفيقة كبيرة على صديقنا فيصل. مانيش بعيد. ها؟ مانيش بعيد. شو؟ مانيش بعيد، عضان ولا لسان. لا، لسانك بخشم. وعليه ورد شكون دخلت لسانها؟ تقدر أنت، أنت تقدر كريم. ينجم قالوا. يوصلوا الركب تو لسانهم. خيشة وش عاودها عاودها. سايق بير سايق. قالوا عاود. تفرج. يا ابني قالوا عاودها استنى لسان انت اللي عندك برك لسان لسان بقرة امشي ما غلطتش لا توا تعب اما توا توا جتني في وقت مريض مريض علاش اش تعمل غادي؟ انا نبدا حتى حبيت نوصل لساني ساعات تبدا في الفرج نعطي بيض ذو عملت انا فما حكايات ما تحكيهاش يمشي يمشي بالليبل اي تيل على كريم انت تنجم شنو هي؟ لسانه طويل كريم من نص العكس امشي امشي شنو لسانه طويل؟ وصل الخشم الخشمي؟ ايه لا العيزة شو ولا الخشم ولا لساني طويل أول مرة نرى لساني في في الأمريكا كتل ولا على الباب هكا بدل مريم تنجم بدل التصوير خدامة لك ولا بدل شوفوا حاجة أخرى ما لعبيت في ديارة تشوف لساني لا مريم ولكن خرجوا منها مريم حط لنا حط لنا في الإيماج مريم أون بلان إيكرون ترى هاي يا مريم إيش يا شو مريم شو مريم هاي عملها مريم أول مرة راحت يا مريم بس خشمك بلساني لا ما عملش سيريوز والله مس خس مس متكوزي برا نجم توصل خشمها للسانه مش العكس مش لسانها لا ولا خشمها اصلا 47% من الناس يحلموا باش يعملوا الحاجه هذه في علاقه باللوك حاجه تابعه للوك يحبوا يعملوا تاتوات فيصل يمكن يحبوا يوصلوا للبدن نتاع ياسين بن قمرة وكانوا بنات بدن مريم بن ميم باي جو ديغي البيرسينغ بيرسينغ بس برشا بس ما اي ما عرفش ما هما طاحوا يحلموا باش يعملوا حاجه هذه في علاقه باللوك يقرع راسه مثلا شنو قاعد تقول لسان مش خارج من لسان اي 47% يحبوا يمكجوا بلسانهم مثلا فوز حر شعر يركبوا شعر يركبوا زراعه شعر مري تتواجه خد فما برشا عباد يحبوا يعملوا تتواجه ينوس با كريم وشام مش تتواجه تتواجه نقول تتواجه جاوبتها فهمتني برشا يحبوا يوشموا 47% تتواجه والجواب صحيح هاي عندي تتواجه كريم كيف مش تعمل تتواج شنو تعمل؟ في ضبوتي ان شاء الله شنو تكتب في ضبوتك زعما؟ ايش تكتب فيه؟ ايش هي الحاجه اللي تعمل؟ اسامي ولادي ناريخ حمزه وبليل ولا في ضبوتي شنو في الكاري يقرا باديس وحامل نبدا نعيط يا باديس شنو قديم نعيط له باديس باديس نعمل له هكا يجي وبنته واخته واخته نوال فهمتني ساعات نغرف نجي نعيط لباديس نعيط لنوال يدخلوا بعضهم نولي نعمل هكا ويجيو الزوج فهمتني يجيو فرد وقت ما فماش حكمة تحب توشمها حاجة هكا تصويرة نموت ونموت ويحيى الوطن
شنو هي التصوير؟ علاش حاجة هكا؟ واحد بدا وي أنا نعرف عنه واحد في الحومة تعرف شنو هي موشم اش نبدلها الكلمة هو كلمة زايدة معناها كاتبها فهمتني لهنا فيما معناها فهمتني لا تربح العالم الكل كاتب لا تربح العالم الكل كلمة أخرى وكاتبها كاتب لا تربح العالم الكل خوها عملنا معاها جيست باهي زادها إلا رياض خويا بالعربي كاتب والله العظيم مكتوبة كبيرة إلا رياض خويا تعارك هو خو زاد فسخ خو تعارك هو خو زاد عاود فسخ المجموعة تصير فما شكون يبدا موشم مثلا في باله يبدا هو جاباري كي يكون جاباري يوشم بالين تبدا كبيره من بعد يبطل الحديد يضعف تولي كابادريلي ولا تولي كابادريلي ينقص الفولو يعقوب مثلا كان يوشم تبدا تو بالين ينقص الفولو يوسف ال 40 يبطل الحديد كاباك الوزف تولي عندنا رجل كبير في الحومه ولا موشم سيد ولا وجه سيد خاطر قبل كان جاباري رجل كبير تو جلد ما هو كي جلد السيد عامل هكا ولا عامل هكا ثم عاملين هكا السيد مسكين تحسه قالك السيد ما هم يقراوش حسابهم راه ما يقراوش حسابهم ولا عامل هكا السيد عامل هكا كان سيد اللي بصح بصح حتى راسي جابت ولا سنيتي انت عامله تدوش جاد أه؟ جاد 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 بنتي ربي يفضلك جاد بنتك ربي يفضلك عايش يفضلك ميغال واش تعمل كان تحب تعمل لا ما نعملش أمانة هذا البدن كيما ناخذ ونرجع سيدي خويا فوزي لو بلو ما الله تحية تحية ميغال ربي يبارك لك شنو هذا بوبي تحية ميغال شنو هذا معناتها أنت يا ربي خلقك خلقك هكا هو لا كنت بالي ومن الاول بعد وليت عبد حتى في في نساء الكبار يوشموا يوشموا مثلا موشم ورده فهمت لا ودي يسبك انت شفت الورده اه شفت هذا الورده بس والله ما عاودت صحيح 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 جامد لا دونك لوشام بالكولور عاملها الروز لا عاملها في البحر وعاملها محمس في البحر محمس باللوطه في اخر الظهر من هنا اخر الظهر والله صحيح تو حكايه السنين وعديتها وحكايه البوتوكس وعديتها طلعوا لي انا عامل تاتواج نوارة في ظهري بالكولور يا ولدي راهو صحيح ما فماش منه وري وري يا وري ما لا ور عليه عمري مشينا للبحر مش ورد مش ورد هاك ما فهمت والله لا فهمت قال لك عليك ما تلعب شي تصدق فراشه مش ورد يا فراشه ما فهم منها شيء يز يا كريم تعمليش دعايات ها مالك يا تصور عليه عامل عامل وشام فراشه فراشه انه جرب تحكوا جنابه ايوه بالك انت عامل وشام فراشه مش بالك كيفاش جبتك كيفاش رات هاي الساعه ها كيفاش رات هاي شنو كيفاش هذا؟ وهذه اللي هوني في وحدك متالي شنو؟ هذا في ظهرك متالي بالحق عنده وشمة فراشة؟ هوني لاني بيه لاني فرطبت ورديتوه فراشة هاي لا فضلك عليكم في الكبر يعمل شوي كان تشتهي وشمة وين تحطها؟ في دار نسيب في دار نسيب ايه تشتهي وشمة وين تحطها؟ الوشمة الوشمة باهي الوشمة نكتب ما عنديش شعول لهنا باش اللي يطلبني في شعول نقول له هاك من غير ما انا كان حبيت توشم وين توشم؟ وشنو توشم؟ وشم وشمة في فندي في فندي في فندي ايش تكتب ايش تكتب؟ لا 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 ما نوشمش لك ما تحبش نوشم ما نعرفش مثلا ما نديرش فما كتيبة بالشنوة عرفت هذيك في الاخر تطلع كلمة زايدة تلقى حياته كامله مثلا والله انت مره بتصور شكون انا؟ لحنينه لحنينه هاي سيدي نمشي للسؤال الموالي نمشي وي 40% من النساء قصوا مع رجالهم على الحاجه هذه اتكتك الله ردوا بالكم في الاجابه وركزوا بالقدام بالقدام سؤال
مصيري. على خاطر شلقوا بال بال برجالهم يخرجوا مع زوز نساء اون ميم طون. لا لا ما يعرفوش. فوزي. هما شمين وردة. فوزي. الضرب. الضرب. اه. وي. مي قالوا. تلقاهم ما يعرفوش يطيبوا. سي فغي ولا؟ رجال. شتوس. لا. 40 مرة. قصوا مع رجالهم مش. لا على التطيب ما نتصور. اه 40 اه نساء قصوا مع رجالهم. اي انت شنو هو توا بقى؟ تلقاهم يطلعوا كل 24% اللي ما ينجموش يخرجوا لسانهم هذاك. غريب. لا وهي اللي يطلعوا كل 40% مش اسم صاحبته القديم. صحيح. فهمني كيفاه؟ اه تكعبر له يا عمري. انا 6 شهور. عم اخو واحده اسمها مريم وكاتب فضيله دوروا بعض مريم خلع شكون فضيله امك ليه؟ على اللي يشخروا معناها باي والله ايش باش نقول معناها انا نتصور خاطر قرناتين فما رجال قرناتين برشا العيشه معاهم سبورتابل بس شلقت بيه عامل فو بروفيل اسمه امير البحر ولا حاجه امير البحر هاي شوفوا الاجابه يلا تطلع انا صحيح الاجابه نساء عيد ميلاد ويا مرجال يا نساء عيد ميلاد مش في تونس بطل توا من راجل على خاطر عيد ميلاده 59% من نساء يموتوا على الحاجه هذه الراجل ابدا بالنساء خذ ابدا بالنساء اه يا سيدي نشوفهم هما شي لا ما عرفش ابدا بالنساء ابدا نشوفهم هما شي يخموا ما خموش ابدا بالنساء بس نبدا بالنساء صحيح ايوا لا بالنساء خلينا نعرفوا فاش خلينا نفهموا 59% 59% بالنساء يموتوا على الحاجه هذه في الرجل برسك 60% راهو 59% من النساء ناكد لكم تموت وتعشق الراجل الحنين الحن الحن حن الحن الحن مريم الحن 59% من نساء يموتوا على راجل اللي عنده الوهره المؤهر وراجل ياسر مؤهر ايوه راجل ياسر مؤهر كريم 59% من نساء يحبوا الراجل اللي قلبه كبير قليش صح وحنين شو القلب الكبير القلب الكبير ماهوش ماهوش شكل القلب الكبير كيف ما كانت تحكي بيا معناها ماهوش شكل قرنات ودراسنايا فهمتني ما يقرنتش معناها جينيغو تلقاه على الاخر وحنين اي وحنين وحنين هي ما الصبر ولا والجينيغوزيتي اي ماهوش تحب الزر الحنين انا خزلي تحب الزر الحنين معناتها كي تعنق وتحط راسها في شنو بالحق تحسوا معناتها كي كريم مثيلي برشا فما حاجات ما اهم من هكا زي لا انا كل واحد وكيفاش انا الراجل المراه بالرسم المراه سمح يعني مهم بالنسبه لي علاش تمشي للفيزيك لحيه وكشعر الواحد المراه يمشي الفيزيك يمشي على روحه ويطيب ويولي راجل كبير والكل قلب يقعد ساعات القلب ساعات القلب الكبير يا صغار ساعات لا لا يقعد ليه ليه القلب ليه كبير ليه العبد تلقى راجل قلبه كبير العبد كبير إذا تنظر يرقد ويقول يا خويا بالعكس يتعدى الظروف قد ما يكبر قلبه يا صغير عادي شي والله العظيم والله العظيم قد ما العبد يكبر اي قد ما العبد يكبر قد ما يولي احن وقد ما قلبه يولي يقعد قلبه كبير واللي خاطر حاجه ما تنحاش غريزه في العبد قلبه كبير راه الحنيه ما تنحاش ولا بالحق اما يقعد بالرسم بار فدك اللي احنا نتصور فدك قلبه كبير ساعات يعمل سكته قلبي شكون ساعات يعمل سكته يسكت بالطبيعة ما فما ما نرجع وقتك كيف تدخل معناها كيف ما كانت تحكي باي الحنية والواحد عادي فهمتني سيبو عزتوني قلبي والله ما نشيت معناها حسيت مش انا تصور 59 من سي يموتوا على الراجل كيما قالت باي حنين بالحق هكاك يدخل بنواره يعاونها في الدار هذا هو فهمت يا وما تحبوش قليل التربيه قليل الحياء فوز ونكمل انا تاع شنو الحنيه ربما البعض ما يفهمهاش المراه تحس بالامن اي بالحق والله والله المراه ما تحس بالامن مع الراجل يعني صعيبه برشا ف 59 ما عندهاش ثقه ما عندهاش لا لا امن امن اخر امن اللي هو راجل بحق راجل في الدار قد عنده هي قد الدنيا هذاك معناها الامن فهمت فايس راني جاي كل شيء كل شيء طول كلمه زياده كل شيء قالوه انا اش مازال لا فما اكيد حاجات فما حاجات اخرى تحب شويه حزار واحد حزار الجواب الصحيح يا سيدي حزار ضمارو ضمارو موجود اي بالحق هو توا حنين ومزامر ما تجيش حنين ومزامر هو ايش نقول لك حاجه اسمعني علي علي هو راهو لوم سي ان تو
et la femme aussi c'est un tout. Femme, tu اول حاجه كي تغزر راجل باش تغزر vraiment شنو الحاجه باش تضرب في راجل هي الوهره نتاعو. ومن بعد bien sûr تجي الحنيه وتجي son caractère et ainsi de suite. كيما المراه المراه باش تعجبك كيما قال لك نهار بسام باش تنجم تجبدك بعينيها المراه تعمل كاكا تكروشيك تجيبك. كل واحد معناتها من بعد ندخل في لي ديتاي نتاع الحنيه نتاع جينيروزيتي نتاع الفهمت. اي سيدي نمشي وتو دو سويت الفش ريدي طب. ها يا سيدي فش غيظك وكل واحد باش يظهر على حقيقته شكون الاولاني اللي باش يفش غيظه اليوم يلا نشوفوا يلا هيا ليه 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 كريم باش يفش غيظه فيا انا نفش غيظي فيك باش تفش غيظي فيك ها يا سيدي فش يا فهمتي معناها ها يا نفشك انت ديريكت لا ما تفشنيش انا ديريكت في انا هاو دبدوب باش تجيك حاجه تشبه لي انا ايش ايش اي والله تشبه ايش فاطمه ايش مثال نعمل هو يشبه لك ولا ما حالك انا شو باي ايش فحطتها فش غير فاطمه ديجا مش غير يفرغ قلبي مش شويه برص امك مش شويه سي بعد شد 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 عاد على الشيب دقيقه باش تفش غير كفايه على الشيب نبدا نفش هاي توب كرونو امشي يا علي نترفك يا علي نترفك يا علي نترفك يا علي الشيب فور فور نترفك يا نركل وانت نركل وانت عندي ما نقول لك انا عندي ما نقول لك زممت العباد بالدمار يوفنا حشيتون سلي يفتح عن شرك في بير ها والبير سلي عني بي سلي وحدة مختص بينا سلي عني بي شد شدك سد تموت سد سد لا لا طلع طلع لفوق لحظة بر حاب تعرس انت شد بوك هو سيب هو سلي عليك غل 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 نركل وانت نركل شغل في متر قادش انت تقول اركل ليه فشياري عندك اوخو شارية سرك في بير شي فك هذا العام جاي فك الحوار عنده شارية من امور جدي وشارية من معاه عانية مالي تبارك سيبوه بركة لحظة خلنا نخل بل نقول اللطف ما قلت فش غيظك خلنا فش وغيظنا اخوي خلنا فش وغيظنا اخوي قتلتنا في البرنامج قتلنا في البرنامج ترمينا في وشيكه ترمينا كذا ديما خايف من اقل حاجه هاني هاني تكبس لك راجل تكبس روز روز لون روز حب اشوفه يتفجع ولا اغزل انت انزل تفجع يس دقيقه فين يا عم الله يا كريم كش تصور في قلبك الحقد والغل هذا يا عزي سايق يا عزي يا عزبكس يا عزي برصبك زي ماي سيبا 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 سلي عني بي سيبا سيبا سلي عني بي سلي عني بي عبد الرزاق خوي صب الجاز هارجو هاي نشوفوا توا شكون باش يفش غيظه في شكون يلا هاي وسيم ميغالو في بايا زاردي هاي ميغالو الكرونو باش يبدا يلا انا باش نفش في بايا معناها هاي امان تحب تاخذ فش في عندي مثال والله حرام عليك شوي عليه امان دور عادي شوية ميغال أمان ما نحملش الضرب راه ليه مش اللي تحمله تو باي الله يا حرام عليك ناتوريالا 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 والله وجعني ناتوريالا سيليكون فارقة اه وسيم تي اغريسيف ها مانيش اغريسيف هيا حبيت نروح قد ايه عمرك؟ قد ايه عمرك؟ غزل غزل ما سالش فايس ليش انت عاد مرئيس ما سالش محسوب فايس الحمد لله مغب مغلغل عليها فايس مغب يا بيا دور هيك دور هيك احضر ميغالو ايه
هذه ساعة عذبتني، نهار كله هي أنا جيت نتكلم تعمل لي هكا كسرت لي أربع ضلوع لهنا. هاي باباي لا حلا ما تضربش من فوق خاطر تنجم تتفش رد بالك. نزل فوق اضرب اضرب استنى يدي وجعتني خشمها حديد والله خشمها حديد والله لا لا لطف عليك بيوتا لا لا فدك والله بحق زعيب والله عيب لا والله عيب مشي كله مشي تعاود من الوجه شفت العنف لا لا عيب ما قال ما عطاني اصحاب هذا انا وكريم انا جماعه يغلغل باش يكسر لي باش يحكي معايا بكلي انا جماعه تنظيم زعما يحطوا تاتي غطس تبالي باش لا 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 ما ضربونيش ما ضربوش التصوير هاي نشوفوا شكون الثالث يلا اها انا انا امور جديه الحب الروح الحب الروح والله ما فيش غير كاجر البلاتون نحي لي كاجر البلاتون اه انا اللي عملته في مر الدين ما عمري ما عملته في حياتي قدمها انا شط برامج رايد دوبي دوب روح اشتيح وشطحون ريش الضرب ضربون وضربون الفجعه وفجعون اشاعات الاشاعات وطلعوها لي شاعون هلوين حاصيد هلوين شكون هذا دويت وشربون امور جديده هذه قاعد كيفاش امان؟ خليه ما نجمش شكون عليك؟ والله ما نجمش اسمع علوش والله ما نجمش لا لا ما نجمش امور جدية وليد يا زوما وليد لا ما نجمش لا والله ما نجمش اهلا اصحاب لا والله ما حليهم والله ما حليهم لا والله والله انا الحق نتاع ربي لا والله بالرسم الحق نتاع ربي الاولاد ما كنتش نعرفهم بالكدا من بعيد لبعيد ساعات ونعرفوا بعضنا وكذا اما كي جيت بحذاكم لهنا صدقوني معناتها ما كيفاش يقولوها تعلمت برشا حاجات جدد ما كنتش نعرفهم قبل بالحق برشا حاجات لا برشا حاجات والله والله برشا حاجات هيا نمشيو يا سيدي مباشرة البلاي يلا طب الله تحية من أقوى دروبارية البرنامج أمور كبيرة على السهرية مع أمور شياسية كريم القلبي بيت ملك عمرو ميجالور تحية نبلية أمور كبيرة تحية سخوانية جرومبالية الأمور شدية أمور شدية فوزي بن جمرة أمور جدية أحلى سنتر في مقليل أمور جدية تحية البسام الحمراء أمور جدية أحلى تحية تقصير أمور جدية أقوى تحية من بيجا البرنامج أمور جدية تحية الأمور أحلى تحية من ليون أخوك رضا المصري من فرح أخونا مجدي برنامجكو حلو يدخل الفرحة لقلوبنا أنا فرحان ومبسوط من برنامجكو خالص أمور انت زيدا انزل بلاي وبعثنا على 58 080 ألف نخرجوا إلى فاصل إشهاري ثم نعود بعد قليل طب